السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا قوم؟ صباح المزاج العالي كده، صباح الروقان، صباح الانبساط. النهارده يوم مشهود لي في كندا. النهارده 17 اكتوبر 2018، اليوم الاول لتطبيق القانون الجديد لتداول وبيع ما يسمى بنبات اسمه ايه، القنب الهندي ولا القنب الهندي ولا القنب الهندي، مش عارف هي القنب دي بتتكتب هتتقال ازاي، اللي هو ما يعرف بالماريوانا ولا المارجوانا زي ما بتسموها سموها. لكنه كندا النهاردة هو اليوم الاول للسماح بتداول وبيع وتناول الماريوانا بشكل رسمي. خلاص ما بقاش في سوق سودة، وما بقتش تعتبر عمالة تهريب زيها زي الكحول دلوقتي، بتنحط يعني هي بتنباع في اماكن مخصصة مش في اي مكان، علشان يتأكدوا بس ان هي بتنباع للناس اللي هم اكبر من 19 سنة. اقل من 19 سنة ممنوع اصلا هو يتناولها، زيها زي الكحول. وبس بس انا حبيت اعمل الفيديو ده اولا عشان الناس تعرف انه دي حاجه جديده دخلت على المجتمع الكندي. لما انت هتيجي من بلدك لهنا لو ناوي تهاجر، حط في دماغك ان دي خلاص اصبحت موجوده، شيء زيها زي الكحول. فاللي بيقول اولاد وتربيه الاولاد او اللي مش عارف يعني اللي بالنسبه له دي ممكن تكون مشكله، هذه اصبحت موجوده بشكل رسمي. احنا هنمشي في الشارع دلوقتي هنشم الريحه، بنشمها اصلا من فتره، بقالنا يعني من شهر تقريبا واحنا موجوده بس مش بشكل كبير، لكنه حاليا هتبقى الامور اكبر وهنمشي. الريحه طبعا مختلفه جدا واسوأ بكتير من ريحه السجاير، لكنه هنعمل ايه، ليها قوانين. انا بصراحه مش ما طلعتش كتير على القوانين انه امتى وازاي، بس هم ليهم بقى لهم اسبوع بيتكلموا في الراديو في السوشيال ميديا انه ما ينفعش تسوق وانت تحت تاثيرها، ما ينفعش مش عارف ايه، خد بالكم يا اللي هتجربوها اول مره لازم تعملوا ايه ما تعملوش ايه. يعني بيحاولوا عاملين حمله توعيه جميله للي حابب يجرب البتاعه دي. خد بالكم ما اتكلمش هنا عن اي حكم شرعي، انا ماليش دعوه، كل واحد ادرى بنفسه، ادرى باللي هو حابب يعني بنظرته للموضوع ده. لكن اللي انا حابب اوثقه في الفيديو ده اللي هو بداية تناول او تداول الماريوانا او المارجوانا في كندا بشكل رسمي النهاردة. يعني لو عايز النهاردة هروح بس لاي سوق من الاسواق اللي هي بتبيع الماريوانا المرخص ليها واروح اشتري. لو مريت على السوق يعني لو كنت جنبه لو شفته قدامي هصور لكم بس عشان تشوفوا الدنيا ماشيه ازاي، بس غالبا مش هيحصل لان انا يعني الا ما نعرفش اللي يحصل في الدنيا ايه. بس حبينا بس نقول لكم المعلومه دي. وما تنسوش السبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم دايما الاخبار اول باول، مش الاخبار دي، الاخبار بشكل عام. واللايك والشير اذا عجبك المحتوى، وعلق كمان عشان اعرف بالضبط المواضيع اللي انتم بتحبوها، المواضيع اللي انتم حابين انه انا اتكلم عنها اكتر واكتر. تعليقاتكم واللايكات والشير هي اللي بتخليني اعرف الاتجاه او احدد اتجاه المواضيع بتاعتي تكون فين. بس نراكم على خير وفي امان الله.